نعى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان ممثل الحاكم في منطقه العين الذي وافته المنيه واصدر ديوان الرئاسه البيان التالي بسم الله الرحمن الرحيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب اسمه الشيخ محمد بن زيد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عمه المغفور له اسمه الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين الذي انتقل إلى جوار ربه ويعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميع إلى الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون